السؤال ده عشان نحله لازم نفهم ايه المطلوب. بيقولك الشكل ده بيمثل علاقة بين كثافة الفيض بالناشئة عن مرور تيار كهربي عند نقطة بجوار 3 أسلاك كل على حدة، وشد تيار كهربي اي المار في كل منها، فتكون هذه النقطة قريبة من مين وبعيدة من مين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي سلك، السلك ده انا هسميه سلك اكس، تمام؟ وفي نقطة، النقطة دي هنسميها سين. سين دي بقى النقطة دي عايزين نجيب المجال عندها، تمام؟ طيب عشان اجيب المجال عندها المسافه بتبعد قد ايه من السلك؟ ما نعرفش. طيب تيار السلك برضو ما نعرفش. طيب لما هاجي انا امثل العلاقه اللي بين البي والتيار بين كثافه الفيض عند النقطه والتيار اللي بيمر في السلك اكس، هيطلع خط ده، الخط ده. طيب غيرت السلك اكس وجبت سلك تاني، السلك واي، واخترت نقطة، اخترت نقطة ممكن تكون مش في نفس المكان، ممكن تكون بعيدة، ممكن تكون قريبة، المهم غيرت المكان وغيرت السلك، غيرت المكان وغيرت السلك، يعني غيرت تياره كمان، واخترت نقطة، وبعدين رسمت العلاقة اللي بين كثافة الفيض عند النقطة والتيار الخاص بالسلك واي، وطلع الخط واي. رحت جبت سلك تاني، غيرت السلك، وبقى عندي سلك زد، السلك زد ده مختلف عن دول في التيار، واخترت نقطة لا هي مكان سين ولا هي مكان النقطة التانية ولا نقطة جديدة في مكان تاني، احنا مش عارفين هو فين، بس رسمنا العلاقة اللي بين البي كثافة الفيض عندها والتيار اللي بيمر في السلك زد، وعايزين نعرف هي النقطة كانت قريبة منين. يعني لو انا شفت ابعاد كده مختلفة، هل هي النقطة كانت قريبة من سلك اكس ولا كانت قريبة من واي ولا كانت قريبة من زد؟ طيب انا اعرف ازاي؟ هل ممكن اعرف من خلال المجال؟ يعني مثلا لو لقيت المجال كبير اقول يبقى اذا النقطه دي قريبه من السلك معين، لو لقينا مجال السلك عندها، لو لقينا مجال سلك اكس مثلا او واي او زد مجاله كبير عندها، يبقى ده معناه ان هي قريبه من السلك ده. طيب ما هو البي مش بتتوقف على المسافه بس، يعني البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، فلو قلنا البي كبيره بسبب ان المسافه صغيره يعني هي قريبه، طب ما انا كده اهملت التيار، ما يمكن البي كبيره بسبب ان التيار كبير مش بسبب المسافه. عشان كده انا هثبت التيار للاسلاك الثلاثه، يعني هتعامل كان التيار دوت مثلا 5 امبير، ده 5 وده 5، ازاي؟ او 2 و2 و2، هاجي عند قيمه محدده للتيار اللي انا عايزه اثبت عندها واطلع كده، يبقى مثلا ادي التيار مثلا ونفترض ده 2 امبير، هاجي هنا اثبت ال 2 امبير، يبقى اصبح السلك اكس تياره كام؟ انزل على التيار هتلاقي 2، السلك واي تياره كام؟ 2، السلك زد تياره كام؟ 2، يبقى انا ثبتت التيار. وهشوف بقى البي، هتلاحظ ايه؟ دي كده البي اكس تقاطع خطها، يبقى ده بي اكس، وده كده البي اللي عنده النقطه بسبب واي، بسبب السلك واي، ودي البي زد. طبعا انت طالع لفوق القيمه بتزيد، يعني انت تقول صفر وتيجي ترقم 0 10 20 30 مثلا، او 0 1 من 10 2 من 10، فانت كده وانت طالع فوق البي بتزيد، فمين هنا اعلى حاجه؟ بي اكس، يبقى بي اكس كبيره جدا. طيب البي اللي جايه من السلك اكس عند النقطه كبيره، هل يا ترى هي كبيره عشان النقطه قريبه؟ ايوه. طب ليه بتقول بقلب جامد علشان النقطه قريبه من السلك اكس والتيار ايه اخباره؟ ما انا ثبته، فثبت التيار، وبالتالي انا كده فهمت ان بي اكس اكبر حاجه. يبقى ايه اللي يخلي مجال السلك اكس عند النقطه كبير جدا؟ اكيد النقطه دي قريبه منه، وبالتالي هتبقى النقطه قريبه للسلك اكس عن السلك واي، يبقى الاجابه ج. رغم ان السؤال بسيط لكن ممكن كتير من الطلبه يجاوبوه ويجاوبوه صح كمان، بس هم مش فاهمين المطلوب من السؤال.